عناوين الأخبار. حوار وطني لمراجعة منظومة التهيئة الترابية والعمرانية. التخفيض في مدة الحصول على رخصة بناء إلى 45 يوماً. متابعة نسق الأشغال لعدد من المشاريع بولاية قفصة. مشروع تبارورة في أروقة الاتحاد من أجل المتوسط. رغم أزمة السياحة، حملات واسعة لتنشيط الوجهات المتعثرة. تنظيم معرض العقار وفن العيش المغربي قريبا بدبي. تفاصيل الأخبار. مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. حوار وطني لمراجعة منظومة التهيئة الترابية والعمرانية. انطلقت يوم الخميس 11 من جوان الجاري فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير تحت إشراف رئيس الحكومة وبحضور وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وكاتب الدولة للإسكان. وأبرز رئيس الحكومة في كلمة الافتتاح أهمية التهيئة الترابية والعمرانية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والتخطيط المستدام للمدن، كما أعرب عن الصعوبات والإشكاليات التي من أهمها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق والمتابعة وغياب آليات التمويل لتكوين المدخرات العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع والتجهيزات العمومية، وهو ما يتسبب في البناء الفوضوي وفي كلفة إضافية تتحملها المجموعات الوطنية. كما تم التأكيد على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية على هذه المنظومة في إطار مبادئ الدستور وتدعيم اللامركزية ومراجعة مجلة التهيئة الترابية في هذا الاتجاه لإعطاء أكثر صلاحيات إلى الجهات والجماعات المحلية في إطار نظرة شاملة للتراب الوطني. وقد شارك في فعاليات هذا الحوار الذي دام ليومين ممثلون عن الجماعات المحلية والإدارة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات المهنية والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء دوليين في مجال التهيئة الترابية والتعمير. التخفيض في مدة الحصول على رخصة بناء إلى 45 يوماً. كشفت مديرة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن محاور خطة إصلاح مجلة التعمير في تونس تتضمن التقليص في مدة الحصول على رخصة بناء من معدل 5 أشهر إلى 45 يوماً على أقصى تقدير، ونزول بأجل أعداد أمثلة التهيئة الترابية من معدل 8 سنوات حالياً إلى سنتين. كما أكدت أن مجمل الإصلاحات والتوجهات التي وقع التباحث في شأنها خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير ستأخذ بعين الاعتبار ما تستوجبه إشكالات المشهد العمراني الرهن من ضرورة مراجعة جذرية لمجلة التعمير. متابعة نسق الأشغال لعدد من المشاريع بولاية قفصة. أدى هذا الأسبوع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووفد من إطارات الوزارة رفقة والي الجهة والسيد المدير الجهوي للتجهيز زيارة عمل ميدانية إلى ولاية قفصة لمتابعة نسق سير أشغال عدد من المشاريع والاطلاع على نسبة تقدمها. في إطار هذه الزيارة وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري المتعلق بتسوية وضعية الرسوم العقارية بمعتمديات الرديف والمتلوي وأم العرايس والكسر، قام وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي بزيارة فريق العمل المكلف من ديوان قيس الأراضي والمسح العقارية بمتابعة تسوية الوضعية العقارية لعدد من المساكن المقامة على أراض تابعة لأملاك الدولة بمعتمدية الكسر. وأوصى الوزير بالتسريع في أشغال الرفع التوبوغرافي لإنهاء الجزء الأول في الأجال المحددة وإتمام عملية إحالة الرسوم العقارية المذكورة إلى بلدية المكان لتتولى بدورها إتمام إجراءات تمليك أصحاب المساكن. مشروع تبارورة في أروقة الاتحاد من أجل المتوسط. التهمت بمدينة برشلونة الإسبانية في 9 من جوان الجاري ورشة عمل حول المشاريع الحضرية المندمجة والتي تم اختيارها ضمن مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لتمويل مثل هذه المشاريع،
وقد شارك في هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 15 وفد يضم رؤساء المشاريع التونسية التي تم اختيارها للإحاطة الفنية. يترأس سيد كاتب الدولة للإسكان، وهذه المشاريع هي كالأتي: مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس مشروع تبارورة، مشروع تهيئة المدن العتيقة صفاقس تونس سوسة والخيروان، وكذلك مشروع جابس الجديدة. كما أتاح الاتحاد من أجل المتوسط الفرصة للتعريف بمشروع تبارورة من خلال مداخلة قدمها السيد رئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس، مع العلم أن الإحاطة الفنية للمشروع ستنطلق قبل موافقة شهر سبتمبر 2015. رغم أزمة السياحة، حملات واسعة لتنشيط الوجهات المتعثرة. اندفع الديوان الوطني للسياحة منذ مدة قليلة في القيام بجملة من الحملات الدعائية الواسعة لتنشيط السياحة في الخارج والداخل عبر مختلف وسائل الاتصال الرقمية والمرئية والمسموعة والمكتوبة، لحث نسق الإقبال على الوجهة التونسية التي تعرضت هذا العام إلى واحدة من أخطر مصاعبها منذ بداية القرن. وقد أقر بالمناسبة ميزانية ب 48 مليون دينار لتفعيل الوجهة ومزيد التعريف بها بهدف إعادة تنشيط الجذب السياحي وتأكيد ما تتمتع به تونس من إمكانيات جذب مهمة. تنظيم معرض العقار وفن العيش المغربي قريبا بدبي. سوف يستضيف مركز دبي التجاري العالمي من 2 إلى 4 من ديسمبر المقبل معرض العقارات وفن العيش المغربي في دبي، المعرض المتخصص في العقارات ونمط الحياة المغربية. ويختص المعرض بالترويج للاستثمار الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المغربية من العقارات السكنية وحتى مشروعات تنمية المنشآت التجارية. وسوف يقدم المعرض مجموعة كاملة ومتنوعة لما يقدمه سوق العقارات المغربي للمشترين والمستثمرين. هذا وقد أقيمت دورات ناجحة من معرض العقارات وفن العيش المغربي في المدن الأوروبية الكبرى، ومنها أمستردام، برشلونة، بروكسل، دوسلدورف، مارسيليا، ميلانو وباريس. وقدم المعرض أولى دوراته في الشرق الأوسط عام 2013 في أبوظبي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا العقارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.